عوض الشماسي نزيل بمركز التأهيل الشامل بجدة، تلازمه حركات متكررة، لا يتواصل اجتماعيا مع أحد، بل إنه لا يتحدث إلى أحد، وهي أعراض واضحة لما بات يعرف بمرض التوحد. ولد عوض قبل 15 عاما لأبوين سليمين، هما في الحقيقة أبناء عمومة، ما يفسر تاريخ الإعاقة لعوض وبعض إخوته. فأنا إعاقتي إعاقة اللي هي واحدة اللي هي العمى، أما إخواني فالاثنين هم عوضوا فيه له أخت بنفس الحالة تقريبا. الإعاقة عندهم إعاقة مزدوجة اللي هي تقريبا تخلف وعمى. الدراسات تؤكد ارتفاع نسبة مرض التوحد إلى 110% في السنة بحسب مركز يوتاها للتدخل الطبي الحيوي الأمريكي. يتميز بعض مرضى التوحد بقدرات خارقة، وفي حالة عوض يعد الحفظ أمرا مذهلا، خصوصا عندما نعلم أن عوض يحفظ القرآن الكريم كاملا، الأمر الذي يعجز عنه كثير من الأصحاء. على الرغم انه هناك بعض الحالات التي ذكرت لنا انها استطاعت ان تحفظ القرآن كاملا من التوحد، ولكن على العمل لم ارى مثل ما رأيت في عوض، فهي معجزة قرآنية من الله سبحانه وتعالى. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. احتضنت الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بجدة الطفل عوض ضمن برنامج حلقات خدمة المجتمع بالتنسيق مع إدارة المركز. جمعية تحفيظ القرآن مشكورة في رئيسها وإدارتها، وجدنا كل تعاون عندما أبدينا رغبتنا في تحفيظ بعض الحالات التي نرى أنها قد تستفيد من معلم القرآن. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان. يخضع عوض حاليا لعلاج ثلاثي الأبعاد، نفسي واجتماعي ودوائي، حيث لم يكتشف بعد علاج جذري للمرض، لكن المؤكد أن الحب الكبير الذي يحيط بعوض يعد العلاج الأكثر نجاعة.